قانون للعاملين لدى الغير اللي هم في الحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص، وقانون لاصحاب الاعمال، وقانون للعاملين بالخارج، وقوانين العماله غير المنتظمه. كل القوانين دي كانت بتدي نسب الشراكات مختلفه ومزايا مختلفه، وبالتالي ما كناش بنحقق العداله الاجتماعيه. القوانين الحاليه طبعا مر عليها اكثر من 40 سنه، وبالتالي اصبح في مشاكل كتير جدا في التطبيق بتاعها، وعلى الاخص ان هي كانت بتصدر عليها احكام بعدم دستوريه بعض النصوص، ترتب على هذه الاحكام خلل في النواحي الماليه والاجتواريه والاقتصاديه بالنسبه لهذه النظم يعني. بالاضافه الى التشابكات الماليه بين الماليه وبين التامينات وبنك الاستثمار القومي، ترتب عليها برضه انخفاض معدلات الاستثمار بالنسبه لاموال التامينات. القوانين اللي هي كانت موجوده حاليا هي قوانين لم تراعي التضخم بالنسبه للاجور المؤمن عليهم ولا معاشاتهم، وبالتالي ما كانش في حاجه اسمها زياده معاشات في القوانين ولا معالجه للتضخم بالنسبه للاجور، وبالتالي كانت الاجور بتثبت احيانا يترتب عليها قولا واحدا تدني المعاشات، يبقى كان عندي انخفاض في العوائد وكان عندي تدني في المعاشات، كان عندي تهرب تأميني كبير جدا ترتب عليه قصور في الإيرادات بالنسبة للنظام وزيادة العجز، كان عندي معاش مبكر متسرب برضه بيترتب عليه صرف مزايا قبل مواعيدها، وبالتالي عجز في النظام. بالنسبة للقانون الموحد الجديد، احنا عملنا قانون موحد بيعامل كل فئات المؤمن يعني اللي احنا قلناهم، سواء عاملين نادي الغير او اصحاب اعمال او المصريين في الخارج او المصريين في الخارج او العماله غير المنتظمه، كلهم بنسب الاشتراكات واحده. يعني معنى ذلك انا بدي مزايا واحده لكل العاملين في الدوله، سواء بقى مؤمن عليهم اصحاب اعمال او كل دول بياخدوا نفس المزايا. كده احنا بنعمق مفهوم الحمايه الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه. حضرتك بتقول نسبه، عشان بس نوضحها، نسبه اشتراك واحده، لكن ده لا يعني انه المبلغ اللي هيتم منحه لهم هيكون واحد، لان هي نسبه الاشتراك بتكون من حضرتك قلت لنا الاجر التاميني والاجر التاميني اجر الاشتراك اللي هي القيمه اللي بيحصل عليها العامل من صاحب العمل، يعني في العمل اللي هو او نظير العمل اللي هو بيقوم بيه. هو القانون الموحد ده برضه لازم يبقى ليه زي ما قلت حضرتك كده اشتراكات واحده، مفهوم اجر اشتراك واحد، كان في اجر اساسي واجر متغير، بقى في اجر اشتراك موحد دلوقتي. بالنسبه برضه لاداره النظام، هو بدل ما هم صندوقين، صندوق عام وخاص وصندوق حكومي، اصبح في صندوق واحد برضه لاداره النظام. هو اشتراك المؤمن عليه بيرتبط بالاجر اللي بيحصل عليه. هذا الاجر هي نسبه منه واحده. احنا لو قلنا مثلا احنا اخطار التامين الاجتماعي هي اخطار الشيخوخه والعجز والوفاه والمرض والبطاله والاصابه، دي اخطار بيغطيها نظام التامين الاجتماعي. كل خطر من دول بيغطيه نسبه اشتراك معينه. احنا وحدنا نسب الاشتراكات تختلف باختلاف قيمتها نتيجه الاجر نفسه. يعني لو الاجر اعلى من اجر، اجر اعلى من اجر، فالتاني بيدفع اكتر لان ده بياخد اكتر وهكذا يعني. انما مزايا التامين الاجتماعي بقى في كل نوع من انواع التامين هي مزايا موحده على مستوى جميع الفئات، وبالتالي انت حققت نوع من العداله الاجتماعيه وتعميق لمعنى الحمايه الاجتماعيه في هذا القانون. جميل. عايز اعرف من حضرتك بقى اهم الثغرات اللي القانون تفاداها او عمل على ان هو يقوم بسدها، بالاضافه الى ايه بقى المميزات الابرز القانون يعني خرج بيها لأهلنا من المستفيدين من القانون، وهتكون بالنسبة لهم فارقة. يعني أعتقد أن في ناس بتتكلم عن نقاط محددة، لكن ممكن يكونوا مش واخدين بالهم من باقي المميزات أو باقي المميزات اللي اشتمل عليها القانون. وبالنسبة أهم حاجة في القانون، احنا قلنا القانون التأمين الاجتماعي بيعتمد على إيرادات اللي هي الاشتراكات المؤمن عليها وعوائد استثمارها والمصروفات بتاعته اللي هي عبارة عن الحقوق التأمينية للمؤمن عليها. المشكلة كانت كبيرة جدا بالنسبة لنا احنا هي مشكلة التشابك المالي مع المالية وبنك الاستثمار القومي. بتوجيهات فخامة الرئيس قدرنا ندفع هذا القانون نزول للنور عشان نفك هذا التشابك. التشابك ده يعني احنا دايما نتكلم، حضرتك قلت 600 مليار. احنا وصلنا في التشابك ده عندنا نوعين من التشابك. الاموال اللي حضرتك قلتيها دي وصلناها مع التدقيق ل 900 مليار. يعني احنا هنسترد من الماليه مش 600 مليار، 900 مليار. 900 مليار جنيه دول داخلين في التقسيط اللي حضرتك قلتيه، اللي هو كل سنه، احنا قلنا قبل الفاصل عايزين نقوله بقى للناس على الهواء، اللي هو كل سنه بيتم دفع من الخزانه العامه للدوله 160.5 مليار جنيه سنويا. تمام. هو القسط ده 160 ده في قسطين جوه بعض، يعني بيشمل على جزئين، جزء خاص بالاموال 900 مليار وجزء ثاني خاص بالتشابكات الدوريه. يعني احنا عندنا المعاشات اللي بتصرف دي
في منها 60% فعلا بتتحمله الخزانه العامه. فالخزانه العامه بتقول انا بفض التشابك خالص، انا هديك اللي هو ال 60% دي هديها لك جوه القسط بزيادتها المستقبليه، احسب لي تبقى عايز مني كام، والاموال دي هقسطها على 50 سنه بمعدلات فايده جوه القسط نفسه، وفي نفس الوقت انا باخد القسط بمعدل زياده، يعني قسط متدرج في الزياده بمعدل زياده 5.7% فايده مركبه يعني. وبالتالي انا قدرت افض التشابك كده، انا حققت تدفقات نقديه بالنسبه للنظام جيده جدا، وبالتالي وهيتم استثمارها فيما بعد، وبالتالي بقى عندي فائض، وبالتالي زي ما قلت حضرتك بقى عندي استثمارات ممكن استثمر هذه الاموال. واعتقد انه فضل التشابك ده يعني بالنسبه للناس المقصود بيه ان دي اموال كانت مستحقه لصندوق التامينات والمعاشات تبع وزاره التضامن الاجتماعي، موجوده في وزاره الماليه، بس بسبب ان في تداخل فزي ما نقول كده كان الحق ده غير يعني غير متاح بالنسبه للصندوق باوامر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني انحيازه واهتمامه دايما بدعم اهلنا اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وغيرهم انه ده حقهم فرد اليهم مره ثانيه. خلينا نكمل بقيه المميزات لو تسمح لي استاذ عمر بعد اذن حضرتك. خلينا نتابع مع حضراتكم عرض معلوماتي عن ابرز ما جاء في القانون الجديد ونرجع نكمل الحوار. في تفاصيل كتيره جدا اعتقد استاذ عمر هيفصلها لينا وهيقدر يشرحها لينا بالتفصيل، بس عايز اعرف قبل ما ندخل في تفاصيل نتعمق في تفاصيل المميزات القانون وطريقه تطبيقه، هو هيطبق من اول امتى اصلا؟ القانون هيطبق بصفه عامه من 1/1/2020 على الجزء الخاص بفض التشابكات عشان يدخل في الموازنه العامه للدوله بتاعه 2019-2020، فهتبدا من اليوم التالي تاريخ نشر القانون في الجريده الرسميه. دي المواد 111 لحد 113 اللي هي خاصه بفض التشابك وسداد القسط اللي هو 160.5 مليار جنيه، هيبدا من اليوم التالي تاريخ صدور القانون. انما من 1/1/20 هيطبق القانون كله. جميل، طيب محتاجين بقى نعرف حضرتك مين هم اللي هيستفيدوا من القانون الجديد، او مين المندرجين او يعني اللي بينطبق عليهم القانون الجديد، ومن هو يعني المنتفع بالمعاش بعد وفاة صاحب المعاش؟ اللي هينتفع بهذا القانون او هذا القانون هيسري على المؤمن عليهم الحاليين والمؤمن عليهم المستقبليين، بمعنى كل العاملين في الحكومة أو العاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص من 1/1/20 هينطبق عليهم هذا القانون. طب لو عامل في قطاع خاص غير مؤمن عليه؟ لا، ولا ده لا يجوز؟ ده مش عندي، ده مش معانا في المنظومة، هو ده متهرب من التأمين صاحب العمل. يعتبر ده متهرب من التأمين على هذا العامل. طب العامل بيكون وضعه ايه يعني؟ خلاص هو غير مؤمن في الحالة دي. احنا عملنا حاجة كويسة بالنسبة لباب العقوبات في حالة التهرب التأميني، عملنا عقوبات مشددة جدا، لازم صاحب العمل يفكر 1000 مرة
قبل ما يتهرب من التأمين على العمال أو جزء من أجورهم الحقيقية. نكمل الخاضعين هم زي ما احنا قلنا العاملين بقطاع الحكومة وقطاع العام وقطاع الخاص والعاملين بالخارج وأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، كل دول خاضعين للاشتراك في التأمين. أهم مزايا القانون هي المعالجة الخاصة بالأجور والمعاشات. معالجة بمعنى أن أنا عالجت أثر التضخم على المعاشات، أن احنا حطينا زيادة في القانون للمعاشات بصفة دورية بتعالج معدل التضخم بالنسبة للمعاشات. عشان أبسطها للناس أنه احنا تم مراعاة الارتفاع بعض الأسعار الموجودة في السوق والقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن ومدى تناسب الدخل اللي بيدخله من المعاش أو من التأمين مع قدرته على مجاراة الزيادات اللي بتحصل في بعض الأسعار أوقات. هو طبعا احنا دايما صح كده، هو طبعا معدلات التضخم دي بتبقى طالعة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيعمل معدلات تضخم بصفة شهرية. أنا باخد متوسط معدل التضخم على مستوى السنة وبزود بيه المعاشات في 1/7 من كل عام. كده أنا عالجت أثر التضخم على المعاشات، حافظت على القيمة الشرائية للنقود، وفي نفس الوقت برفع المعاشات اللي هي أقل من الحد الأدنى للحد الأدنى للمعاش. يبقى أنا كده حافظت دايما بصفة مستمرة إن أنا بزود المعاشات مع مراعاة رفع الحد الأدنى. الحد الادنى للمعاش هو 65% من الحد الادنى الاجر التاميني، والاجر التاميني بيزيد كل سنه، يبقى الحد الادنى بيزيد كل سنه، يبقى انا كده حافظت على ان المعاشات هتزاد كل سنه مع المحافظه على الحد الادنى للمعاشات. 65 ده في القانون الحالي، قبل كده كان كام؟ قبل كده كان 900 جنيه، النهارده 900 جنيه. احنا تلاشينا حته الارقام لان طبعا مع الوقت بتلاقي 900 جنيه بعد كام سنه كده ما لهاش قيمه. وبالتالي انا خليتها عباره مرتبطه بالاجر التاميني. ونسبه في زياده. نسبه في زياده طبعا، ما دام القيمه في زياده فالنسبه في زياده. جميل. وبالتالي انا اول مره تدخل معانا في الحسبه ان يكون في قانون تامين اجتماعي في زياده معاشات. معالجه اجور الاشتراك نفسها بقى، لما باجي احسب متوسط كامل المده بحسب المعاش على الاجر ده، بلاقي ان المتوسط دايما بيبقى اقل من اخر اجر. وبالتالي انا بحسب المعاش على هذا المتوسط، فعملنا معالجه بالتضخم خلال فتره الاشتراك كلها لهذا الاجر. وبالتالي برفع هذا الاجر تقريبا لمرتين ثلاثه كمان، ممكن يوصل لحد الاقصى اجر اشتراك، اما بضربه في مده الاشتراك بيديني معاش يقرب من اخر اجر. يعني احنا قلنا عن 80% من اخر اجر اشتراك ممكن يوصل له هذا المعاش، يعني انا كده حسنت المعاشات عن طريق هذه المعالجة. يعني كل المستفيدين، كل بيتلقوا معاشات وتأمينات هيزيد المعاشات بتاعتهم. هيزيد طبعا، الناس اللي هي مؤمن عليهم حاليا وهيطلعوا على المعاش معاشاتهم هتتحسن، ده امر مفروغ منه. الناس اللي هي في المعاشات حاليا هتزاد من كل سنه بزياده دوريه اللي هي احنا قلنا عليها بمعدل التضخم في 1/7 اللي هي بتحصل من كل عام. في زياده في اول السنه الماليه من كل عام واحد. اول سنه ماليه من كل عام. ده بقى الامر الطبيعي اللي احنا هنشتغل عليه، وده اول مره يوجد في هذا القانون. يعني تقريبا معدل زيادتها تكون قد ايه؟ عشان اكيد الناس هتبقى حابه انها تعرف. هي مرتبطه بمعدل التضخم، وفي نفس الوقت محطوط لها حد اقصى 15%. بالنسبه بقى كمان لاستثمار اموال التامينات، الحاجه المهمه جدا اللي احنا حطيناها في القانون اللي هي يكون في صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات. صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات ده من ضمن الحاجات اللي هي هترتب عليها ان انت تحسني موارد الصندوق. حطينا ان الناس اللي هتدير هذا النظام او هذا الصندوق هتبقى ناس من مجلس امناء يعين باليه معينه، وبالتالي هيبقى عندهم قدره ان هم يستثمروا هذه الاموال استثمار جيد لا يقل عن معدلات التضخم، وبالتالي وفرت برضو ايرادات للصناديق، وبالتالي انا عندي اموال ممكن ساعتها ان انا اخفض الاشتراك. وفعلا احنا خفضنا الاشتراكات التامين الاجتماعي، خفضنا الاشتراكات تامين الشقوق العجز والوفاء من 26 ل 21%. تامين البطاله المبلغ اللي الشخص بيدفعه علشان لما يعني لا قدر الله يتحط في موقف ما يترد له مبلغ يقدر ان هو يعوضه. يعني اي واحد في الدنيا دي معانا بيدفع اشتراكات تامين اجتماعي هيحس من اول تطبيق القانون ان هذه الاشتراكات قيمتها قلت، وبالتالي اجره هيزيد. لانه اللي اقتطع منه قل، يعتبر صافي الاجر اللي بياخده هيزيد. الحاجه الثانيه برضو ان انا يعني مش خفضت الاشتراكات وخفضت المزايا، لا بالعكس، ده انا خفضت الاشتراكات مع ثبات المزايا مع زياده هذه المزايا في المستقبل بمعدلات التضخم اللي احنا قلنا عليها. بالنسبه للمستحقين في المعاش، احنا طبعا عشان يعني نحافظ على المزايا اللي موجوده في القانون، مستحق المعاش هم نفسهم المستحقين الحاليين، الارمله والارمل والاولاد ابناء وبنات والاخوه والاخوات والوالدين، دول اللي موجودين معانا في المعاش حاليا بنفس شروطهم الحاليه. بنفس شروطهم الحاليه، الارمله ان يكون الزواج موثق هي والارمل، البنت الا تكون متزوجه، الابن
يكون عنده اقل من 21 سنه، لو عنده 21 سنه وطالب بيستمر لحد 26، لو عنده معاه مؤهل متوسط بياخد ل 24، لو عنده مؤهل عالي بياخد ل 26. بالنسبه للاخوه والاخوات هم نفس شروط الابن والبنت، بس اهم حاجه يكون في شرط اعاله. طبعا الوالدين بياخدوا في المعاش دون شروط. جميل. عايزين بقى نروح للنقطة الجدلية اللي كل الناس بتتكلم فيها، وموضوع سن المعاش ورفع سن المعاش ل 65، ومسألة كمان معايير خروج الخروج على المعاش المبكر. فعايزين نشرح الاثنين، أولا هل خلاص يعني احنا تم رفع سن المعاش ل 65 وإمتى هيبدأ التطبيق؟ والحاجة الثانية إيه المعايير اللي على أساسها بيتم إجازة الخروج على معاش مبكر؟ وهل لو أنا عايزة مثلا مش عايزه اخرج معاش على 65، انا عايزه اخرج معاش 60، ده في ايدي؟ يعني هل انا اقدر ان انا اقرر حاجه زي كده، ولا اصبح اجبارا اني ما اخدش معاشي غير 65 سنه؟ لا، هو اولا عشان نعرف ايه سن التقاعد ده. هي السن اللي الانسان بيتوقف فيه على العمل او بتقل قدرته على العمل فيه، وبالتالي بيخش المعاش يحل محل الاجر. انما هي دلوقتي حاليا، احنا كنا زمان في 75 كان متوسط سن الانسان حوالي 57 سنه. متوسط الرجل 57 او 54 و57 للمراه. دلوقتي احنا عندنا متوسط السن 74 للرجل و78 للمراه. ارتفع في 74 نتيجه تحسن الصحه العامه. وبالتالي القدره على العمل ابتدت تزيد. دول العالم معظمها رفع سن المعاش ممكن ناس ل 62 او 63 او 65، بعض الدول العربيه وبعض الدول الاوروبيه رفع سن المعاش. وبالتالي في برضه فكر ان احنا لازم نرفع سن المعاش عشان برضه تعمل عمليه تحسين في المعاشات. يعني الاجور الاخيره دايما بتبقى الاجور المرتفعه، وبالتالي انت لما بتاخد الخمس سنين الاخيره دي معاكي في الحسبه فبترفع قيمه المعاشات، وفي نفس الوقت انت بتوفري مصروفات للنظام وتوفري اشتراكات للنظام اجتماعيا كمان. على فكره استاذ عمر، يعني الناس نفسيا فكره الخروج على المعاش اوقات في ناس كتيره جدا بتسبب لهم اذى نفسي او ضرر نفسي، بيشعروا ان هم خلاص اصبحوا كبار في السن او غير قادرين على العمل، في حين انه ممكن يكون عن سن 60 وقادر على العمل والانتاج. وفعلا احنا برضو حسينا بده في القطاع الخاص بالذات، الناس اللي بتيجي عن سن 60 اصحاب الاعمال ما بيطلعوهمش معاشات وبيستمروا عندهم في الشغل فعلا، يعني كمان. بصراحه بيقعدوا كمان بعد 65 كمان ما دام عنده قدره ان هو يروح الشغل يعني. وبيشكروا فيهم جدا الناس اللي بتبقى قاعده معاهم دول، يعني احنا حسينا كده في اصحاب الاعمال. يعني رفع السن هيبدا يوصل ل 65 في 2040، يعني 2040. طبعا احنا عندنا من 20 ل 40 20 سنه هيبدا رفع السن من اول 2032 ل 61. كل سنتين هيرفع سنه، 2034 يبقى 62، 36 38 هيفضل كل سنتين نرفع سنه لحد ما يوصل 2040 ل 65 سنه. وطبعا ده ليه اثار ايجابيه جدا، وده اللي ممكن من خلاله نخفض اشتراكات التامين الاجتماعي ونوفر اشتراكات ونقلل مصروفات للنظام التامين. يعني كله مزايا متعدده. طب ومساله الخروج المبكر الخروج المبكر هو بصفه عامه موجود في كل القوانين. سنة قانون الخدمه المدنيه الحالي او السابق كان كله في امكانيه ان احنا نخرج على المعاش. كان في زمان الماده 75 مقرره كان الناس بتطلع استقاله تيسيري، كانت الحكومه بتضيف لها سنتين استقاله تيسيري او المده الباقيه لسن ال 60 ايهما اقل. لما جه قانون 18 وقانون 81 الخدمه المدنيه الجديد ادى بقى ناس اللي هي عندها 50 سنه وعندها 20 سنه مده فعليه ممكن تطلع معاش. والدوله بتضيف لها خمس سنين. ده يعني طبعا مع حاليا الناس بتطلع 60، واللي عايز يطلع مبكر بيطلع مبكر، هو حر. ما يعني واحد في القطاع الخاص وعايز عنده مده وعايز يطلع مبكر، واحد في القطاع العام عايز يطلع مبكر، في القطاع الحكومي عايز يطلع مبكر، دي ما فيش فيها مشكله. بيستفيد من نفس المميزات اللي بيحصلها. هي طبعا لازم خلي بالك من النقطه بقى عشان الحته دي مهمه جدا نفهمها شويه. المعاش المبكر ده انا بقول نظام التامين الاجتماعي نظام اجباري، واحنا مجتمع كلنا مشتركين في تغطيه اخطار التامين الاجتماعي اللي هي الشيخوخه والعجز والوفاه والاصابه والمرض. كلنا مشتركين. لما بيجي حد ينسحب من هذه المجموعة مفروض نشوف هو ده.